نشوف بقى جزء الفاير هنعمله ازاي. طبعا الكاميرا دي بس محطوطة لغرض الانيميشن مش اكتر. انا عملت كاش للبارت كده عشان ما تقلناش الدنيا، كاش ديسك طبعا عشان نعرف نستخدمه ازاي. نرجع للمحاضرات بتاعت البارتكل سيستمز او البي فلو اللي كانت في الاول خالص. نروح الاول ل فيوم كونتينر، ما افتكرش ان هو هيبقى كبير قوي، لكن انا هكبره ك كارتفاع، لان هي هتطلع لمسافة محترمة يعني. تمام، حاجة بالشكل ده كده. تمام، نيجي بعد كده على السورس، وهروح لبارتكل سورس واخد البي فلو. هنا بقى نن 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 اهو اهو اهو، هما دول التلاتة بس اللي انا عايزه. تمام، انا مش عايز غير التلاتة دول. واحد يقول لي ده الريديوس ما بانش، ما هو ما بانش لان انا مش عايز اللي على الخيمة ده. تمام، انا كل استنى بس كده، انا كل اللي انا محتاجه في اللي هيطلعه ده اللي انا محتاجه. طبعا الراديوس ما يعلم بالله ربنا، فانا هقول له 0.1. تمام، 0.15 افتكر هيبقى مناسب جدا 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 يعني. تمام، فهنلاقيها بالشكل ده كده، ويمكن 0.15 كتير، فانا هخليها 0.1. العدد مناسب وكويس، فانا مش هظهره ان هو فعلا هيتقل الدنيا قوي. velocity multiplier هخليها 1.7 مثلا، و ال temperature زي ما هي، ل smoke disable ال smoke. تقول لي ليه؟ هقول لك حاجة، خليها enable لاني هحتاجها هناك في الفينكس، لكن هقول له واحد لان انا عايز السموك اللي يطلع من الفاير نفسها. تمام، ما يطلعش من لوحده مع نفسه كده، لا انا عايزه يطلع من الفاير نفسها. فانا هروح لجنرال وهاخد السبيسنج يعني بس اشوف اي حاجه، واروح لسم. قبل ما اروح لسام هروح للريندر، يمكن انا مش هغير اي حاجه هنا خالص، هقول لكم هنشتغلها كلها هناك في فينيكس. بس قبل اي حاجه الاول خلوني اروح اعمل ستاندرد تارجت دايركت. تمام، ليفت فرونت واخده من هنا كده، واروح لدايركشنال. مش محتاج في حاجه اصلا، اللهم الا بس لو اوسع دي شويه. تمام، وشادو هيبقى اتموسفيريك فيري شادو. تمام، برسبكتيف هبص الخيمه من قدام، فانا هاخد ده الناحيه دي وهاخد ده الناحيه التانيه، كوبي، وهاخد واحد تاني هيبقى ده زي ال الامبيانت لايت او الباك لايت. انا والله كنت بقول انا شاكك ان انا حطيته صح اصلا. تمام كده، شنو بالمنظر ده كده. انا سايب التلاتة نفس اللون، ومش صح قوي بس يعني شيفت اف. قبل شيفت اف الاول عايز اروح احط البريسيت اللي انا عاملها بتاعت الفيراي، هشيل انفايرمنت وشيفت اف وكده اشتغل مظبوط تقريبا. اقلب عربي، اقلب عربي. تمام، شيفت اف. تمام، وكده انا شغال
تماما جدا. نيجي هنا على الفيوم واروح للريندر. كل اللي بس اللي انا هعمله ان انا هروح للسموك وهخلي الامبيانت دارك وده يبقى كيمود وهخليه شويه. طبعا كاست وسيف وهروح في الومينيشن وهروح هنا وهقول له خد الثلاثه دول بيك. طبعا حالا السم هيبقى ما يعلم بالله ربنا هيبقى على عكس المتوقع خالص تمام، بس هنشوف النتيجه هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا انا هروح في فيو واشيل درافت وهروح في فيو تاني واحط الشادوز. جينا عملنا سم هو انا مش عارف الباك جراوند دي ايه. مش عارف ايه اللي غيرها. ريندرينج انفايرمنت مش عارف حقيقي مش عارف. طيب نكمل سيميليشن. بس سيميليشن في نقطة دلوقتي هي دي اصلا هتبدأ تانتراكت فين؟ يعني من فريم قول 18. فانا هاجي في جنرال هقول له الرينج بتاعك من فريم 18 فيو بورت ابديت خليها كل 2 بلاي فروم 0 تمام. فانا هاجي هنا وهيبقى سم اقول 18 تمام. ده السم المبدئي. نروح لسيميوليشن هنا. طبعا زي ما انتم شايفين التربولنس عامله ازاي. اولا فورتستي عاوز مثلا 0.7 ولا حاجه. التربولنس ممكن اقول له 0.3. سكيل 1 وعلى فكره 1 ممكن تطلع كتير. الديتيلز 5 تمام. التايم سكيل ممكن يبقى 2. ادفكشن سترايد يمكن اسيبها زي ما هي. نجرب زي ما قلت لكم 1 كتير. بوينت 2 الفليمز الرفيعه دي. الفليمز الرفيعه دي حلها من الفيول. اولا في البيرن هنرفع البيرن ريت فاريشن. البيرن ريت بدل ما هيبقى 30 هنخلي مثلا 20 وحلها هنا في الاكسبانجن. الاكسبانجن هيبقى 1.3 مثلا تمام. وعندنا طبعا فاير كريت سموك وهقول له السموك دنسيتي ولتكن بخمسة تمام. لو جينا نشوف المرة دي طولت مننا قوي. طولت ليه؟ لان عندي هنا التمبريتشر عالية جدا 0.1 عايزها تبقى موجودة بس
ما تعلاش قوي عن الخيمة. تمام، بوينت 1 افتكر قليلة لو قلنا بوينت 2. تايم سكيل متهيألي سريع شوية. تمام، استنى بس لما تكمل للآخر. افتكر فعلا سريع، لان احنا شغالين على حجم صغير شويه. تمام، فانا عايز اروح للتايم سكيل وخليه 1.3 مثلا، والادفكشن سترايد هنخليها 0.2 عشان يبقى فيه كيرلز في او زي كور كده في الدخان. على فكره الادفكشن سترايد هي المده اللي بيقعدها السموك قبل ما يتفك عن بعضه، يعني يبقى كتل. كل ما دي بتقل كل ما الموضوع ده بيزيد. تمام، افتكر لما التايم سكيل قللناه الدنيا بقت احسن كتير، وهتبقى احسن واحسن لو رحنا لدي وخليناها بوينت 1 وبتتكرر كل مثلا 15 فريم، بحيث ناخد ما بتبقاش تربلنس سريعه فيبان النفار صغيره بالظبط كده. كده تاخد احساس انها بيج سكيل، لان التكرار بتاع التربلنس ده مش هيبقى سريع، هيبقى بطيء. خلص سيم وارجع له. انا عملت لغايه فريم 76 ويعني عملت الى حد ما هاي ريز سيم. عملت تيست رندر لفريم عشان اوريكم بس الفرق. لو رحنا هنا كده فيوم عمل الريندرنج ده في 3 دقايق و57 ثانية، يعني بحوالي 4 دقايق لكونتينر بحجم 46 في 54 في 39. الفكرة بقى انه احنا عايزين الرندر ده اولا بتحكم افضل في الشيدر وفي شكل الفاير والسموك، لان التحكم ده هيفرق تماما السما من الارض بين الاتنين، وفي نفس الوقت وقت الرندر يكون اقل والكواليتي اعلى. الكلام ده فين؟ الكلام ده في الفي راي فوكسل، الفي راي فوليوم جريد، وبالفينكس فوليوم رندر. طب عشان ده يتم هروح لجنرال. من هنا حدد الاول انت تعمل هناك، انت محتاج التمبريتشر ولا لا، محتاج الفيلوستي ولا لا. الفيلوستي هنحتاجها لو حبينا نحط موشن بلر، فانا هحطها. هتروح هنا تقول له سيت وتاخد تمبريتشر والفيلوستي وتقوم موديهم هنا، تقوم عامل اوكي. كده انت هتعمل كاش لدول. دي نقطة. النقطة التانية، مش هينفع تاخد السيميوليشن فايلز توديها اي فوليوم جريد في الدنيا، سواء بتاع الفيري او بتاع ارنولد، لو امتدادك اف اكس دي. اف اكس دي ده امتداد خاص بفيوم، لكن احنا هنعمل كده وهنقوله الامتداد بتاعنا اما فيلد 3D اختصار او اف 3D فايل او اوبن في دي بي، اي واحد في الاثنين. خد اوبن في دي بي، لان اوبن في دي بي هيشتغل معاك لا في اي فوليوم جريد. هنا نفس الموضوع، هقول له الاوتبوت بتاعي اوبن في دي بي، هنا هقوم قايل له برضه الاوتبوت بتاعي اوبن في دي بي. دلت كل حاجه هنا تمام عشان الدنيا بتاعك تبقى مظبوطه، ومن هنا تبدا تعمل سيميوليشن علشان تاخد الملفات بتاعتك، وناخدها في المحاضره الجايه ونشوف بقى هنعمل فيها ايه في الفوليوم جريد.